بجد مش قادرة اقول لكم، يا نهار ابيض على المحشي وجماله. بصوا بصوا، جربوا المحشي أبيض. بالطريقة دي، حلوة قوي. كلمة حلوة قوي دي شوية. بصوا جودات ايه بس. بصوا اللحمة، بصوا انا بس حابة انزله معاكم لاخر حاجة عشان محدش يقول فرن ايه ومش فرن ايه، ده لازق ده بايظ. بصوا الجمال اهو، بصوا اخر صباع اهو. ايه رايكم بقى المحشي وجماله في الفرن؟ تعالوا نشوف عملنا ازاي المحاشي دي كلها في فرن البوتاجاز، حتى البطايه في الفرن، يعني ما بهدلناش اي حاجه، لا بوتاجاز ولا مواعين ولا اي حاجه خالص. يلا بينا، وكمان هوريكي السر بنجاح محشي الكرنب. هخليك، عايزه اقولك اسهل اكله هتبقى عندك هي محشي الكرنب. زي ما حضراتكم شايفين، اول حاجه معانا الكرنبايه، بنقطعها بالطريقه دي. يعني لو انت اول مره تدخلي المطبخ، بنوته عروسه لسه متجوزه جديد، دي اسهل طريقه. بس لما تيجي تجيبي الكرنبايه، نقي الكرنبايه اللي تكون مدوره وخفيفه، ان التقيله دي بيبقى الورق جوه ملفوف حوالين بعضه وبيبقى مليان عروق، مش كويس. حاولي نقي الخفيفه وفي نفس الوقت تكون مدوره كده ومدملكه في نفسها، زي الكرنبايه دي كده بالظبط. عايزه اقول لكم كانت مليانه ورق كتير جدا، فهاخدها طبعا اقطعها بالمنظر ده وافرغ من عليها كام ورقه كده، بحيث انا في الوقت ده بغلي ميه على البوتاجاز بحيث تدخل جوه الحله بتاعتي على حسب حجم الحله بتاعتك، وتبتدي تفرغي الميه. طبعا معلقه السكر دي مهمه جدا، يعني نص معلقه سكر بالمعلقه الصغيره بتاعت الشاي، وكمون وملح، والميه تغلي نقوم نازلين فيها بالكرنبايه بالمنظر ده كده، ما بتاخدش دقيقتين وبتستوي، بتبتدي تفرغي الورق بتاعها زي ما حضرتك شايفه كده اهو، ورقه ورقه. وبعد ما بتاخد مثلا يعني مثلا دقيقتين على الوش ده وبعدين دقيقتين على الوش ده، بنقلبها ونفرغ بقى الورق زي ما حضرتك شايفه كده. طبعا بعد ما بردت خالص بقى، زي ما بقولك السر في تقطيع الكرنب بتاعك ان هو يبقى سهل، وكمان ان تقدري تقطعيه من غير اي وقت. يعني احنا عارفين ان احنا الكرنب معانا بياخد، كلنا بنستصعبه بسبب التقطيع، لسه هسلق واقطع وبعدين ارص الورق. لا، النهارده انا جايه لك بطريقه سهله جدا جدا جدا. عايزه اقول لك حرفيا مش هتكملي 10 دقايق كتير كمان في تقطيع الكرنبايه، لو حتى عندك 20 كرنبايه. بعد ما بتسلقي الورق، بتقومي جايباه بالطريقه دي، بتتني الورقه نصين، هتفصلي طبعا الورق الكبير لوحده والورق الصغير لوحده. طبعا هنا انا بلم الورق الكبير كله، اعمله بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده، بتنيه نصين. اهم حاجه بس انك تسويه بس كده، وعلى اي بلانشه اي حاجه قطعي عليها، تاخدي العروق تقطعيها بالمنظر ده كده، تمام. بعد كده بتبتدي بقى تظبطي حجم الورقه، انت عايزه الورقه صغيره ولا عايزه الورقه كبيره، ده طبعا يرجع لك انت. انا هنا طبعا اللي بحب الورقه بتاعتي ولا هي كبيره ولا هي صغيره، بالمنظر ده كده اهو. هبتدي احطهم فوق بعضهم بقى كلهم، واظبط برضو الطول بتاع الورقه. انا هنا ظبطت العرض في الاول، هنا بقى هظبط طول الورقه. طيب الحجم ده مناسب ليا انا شخصيا، طب ليك انت لو مش مناسب تقدري تكبري، لو انا عاملاه كبير تقدري تصغري. بصوا اهو الورقه مسطره، عامله زي ما يكون قايساه المسطره، طريقه حلوه جدا جدا. طب يعني رمين هنهدر ورق كتير؟ ابسنوتلي مش هتهدري ورق خالص، يعني عايزه اقول لك ولا ورقه انا رميتها ولا ورقه. يعني بصوا دي الاحرف انا بوريها لكم، وده اللي في النص جد تحفه. ما كملتش يمكن دقيقه ولا دقيقتين وانا بقطع الكرنباي. طبعا قطعت 3 4 بصلات حلوين كده على قرن فلفل سبايسي لو انت حابه، مش حابه بلاشه، قرن فلفل اخضر، وحطيت عليهم اي ماده دهنيه، وتبتدي تدبلي البصلايه. وهنضرب الطماطم في الخلاط مع قرن فلفل، انا بحب احط فلفل احمر في الصلصه في الطماطم، بيخليها حلو قوي مش بحتاج صلصه. طبعا بعد ما البصله بتاعتي اتسبكت بالطماطم، ظبطت ملحها، ولو حابه شطه حطي، انا شخصيا حطيت شطه. وهنزل بالخضره بتاعتي اللي هي عباره عن ربطه شبت وبقدونس وكزبره، من كل حاجه ربطه ربطه ربطه، وطبعا على حسب الكميه. انا جايبه كرنبايه صغنونه ومعاها كيلو ونص بتنجان. طبعا عملت كيلو رز، كيلو الرز اخد معايا كيلو وربع طماطم، ومن كل نوع من الخضره، حزمه بقدونس، حزمه شبت، حزمه كزبره. غسلت طبعا الرز ونزلت بيه وظبطت ملح وكل حاجه. هعمل اول حاجه البتنجان. البتنجان طبعا مش هقول لكم ان انا مقوراه، لا انا جايباه متقور جاهز كده من السوق. طبعا عشان ما فيش وقت ان انا اقور، ايام امتحانات، معايا طبعا بنتي في اعداديه بس عايزه تاكل محشي، نفسي اكل محشي يا مامي، طبعا ما اقدرش جوجو تطلب حاجه وما اعملهاش.
فطبعا حبيت الفكره هنا، فكره الكرنب كانت اول حاجه يعني حبيت ان انا يعني اقول لكم عليها بحيث تسهل لكم كتير. طبعا حشينا البتنجان خلاص، هنسقيه طبعا بالشوربه دي، مش شوربه اي طيور، دي شوربه انا عاملاها تبقى احلى كتير، انا شخصيا بفضلها عن شوربه الطيور، صحيه اكتر، لان شوربه الطيور انا بحس ان يعني انا بعمل منها سي مثلا هتعملي رقاق او هتسقي محشي والكلام ده كله تبقى دي الدهون بتاعه الطيور، فما ينفعش ان احنا نشربها ونزود جسمنا دهون والكلام ده كله. فانا هوريكي دلوقتي شوربه صحيه جدا جدا وحلوه قوي قوي قوي، وتقدري تعملي بيها المحشي لو ما عندكيش اي نوع من انواع الطيور. طبعا انا قايده الفرن، خلصت صينيه البتنجان زي ما حضرتك شايفه ودخلتها الفرن. هنا بقى كان عندي كام حته لحمه، كنت شاويه لحمه يعني وخلاص فاضت، بس بلف في ورق فويل وبشيلها، بس طبعا كل ما بتقعد في التلاجة بتنشف. طب انا قلت فكرت يعني احطهم في ارضيه محشي الكرنب وانا بحشيه، يعني هيفضلوا في التلاجة وولادي هيبقوا ناشفين عليهم مش هيعرفوا ياكلوهم. حته فرخه برضو كانت فايضه، بلف كله واشيله في التلاجة، فقلت وانا بحشي احطهم في ارضيه المحشي. كانت يعني هي فكره جات لي كده بس بجد جميله جدا، ففكرت بعد كده لما اجي اعمل محشي الكرنب احط تحته، يعني مش لازم اعمل جنبه لحم، قصدي فراخ او بط او اي طيور، لا احط مثلا في ارضيه الحله لحمه. الفكره حلوه جدا وجديده، فطبعا زي ما حضرتك شايفه، وهقعد طبعا هاخد الرز بتاعي والكرنب واقعد بيه على الارض طبعا. وحشينا اهو، بصوا الصباع، الصوابع كلها طالعه يعني الى حد ما قد بعضها، طريقه بجد سهله جدا، طريقه الكرنب. هي دي فكره حلقتي النهارده، ان انا اوريكم طريقه جديده في تقطيع الكرنب، سهله جدا وبسيطه خالص. نيجي هنا بقى للبطايه بتاعتي، انا هنا بحب احط بعمل محلول فيه ليمون وملح وجنزبيل اساسي. وطبعا النهارده برضو الفكره الجديده معانا معلقه الطحينه في قلب الميه بتاعه نقع الطيور، هتخلي مستحيل تشم ريحه زفاره، يعني دايما مثلا لو انت بتشتكي من زفاره الفراخ او البط او حمام اي طيور بتعمليها جربي حطي معلقه طحينه، مستحيل تشمي ريحه زفاره. طبعا نظفتها وغسلت البطايه بتاعتي وهنقعها ما يقلش عن ساعه في المحلول ده، وبعد كده هاخدها اشطفها كويس علشان نشوف طريقه عمايلها ايه. معايا هنا بشر برتقان وبشر ليمون، هبشر يعني بشره برتقانتين ثلاثه وليمون، انا طبعا غسله البرتقان قبل ما ابشره، ودي ليمونه بس ليمونه ضخمه شويه. خلاص كده هاخد البرتقان بتاعي بقى اقشره، الناس برضو اللي مش عندك عصاره تقدري تقشري البرتقان وقشرت الليمونه الضخمه، وهقطعهم كده احطهم في الخلاط واضربهم في الخلاط كويس، وبعدين اصفيهم علشان هنعمل النهارده البطايه بتاعتنا بالليمون والبرتقان. طبعا ده الخضار اللي هدخله في البطايه من جوه، اي بقى خضار تحبيه، فلفل سبايسي، فلفل بارد، طماطم، بطاطس، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها في البطايه، يعني ما تلتزميش باللي انا عاملاه، حطي اي حاجه، اي خضار انت حباه حطيه. نيجي بقى للدريسنج اللي هنغلف بيه البطايه بتاعتنا، معانا دبس رمان، معانا معلقه عسل كبيره، معانا معلقه نشا، معانا عصير البرتقال والليمون، معلقه النشا اللي هي نرمين، طيب معلقه النشا هتخلي لك لون البطايه ذهبي واحمر وجميله جدا، بودرة الثوم وبودرة البصل وفلفل اسود وكمون، ملح طبعا، شطة حسب الرغبة، قرفة وجنزبيل اساسي في وصفتنا، وننزل بملح صخري. هنقلب الكلام ده كله كويس، ظبطي بقى ملحك، ظبطي شطتك اذا انت حابه، مش حابه بلاش، قلبي الكلام ده كله كويس. الخضار طبعا اللي قطعناه كله هنحطه في قلب الصوص ده ونقلبه كويس جدا، لان ده الخضار اللي هندخله في البطايه. زي ما بقولك تقدري تقطعي بطاطس وتحطيها فيها، تقدري تقطعي تنجان، تقدري تقطعي اي خضار انت حباه، بصل، اي حاجه تحطيها جوه البطايه. هاخد البطايه بتاعتي طبعا بعد ما شطفتها من محلول النقع، وابتدي ادخل الخضار جوه كله جوه، وطبعا بما يليهم بقى الاجنحه والرقبه والراس والكلام ده كله، وامسك بقى البطايه اغلفها كويس قوي باللي احنا عاملينها الخلطه الرائعه دي كويس قوي. نسيت اقول لكم، ونص معلقه سماق، نص معلقه سماق مهمه جدا، واقلب الكلام ده كله كويس، وهجيب كيس حراري وهدخل فيه البطايه طبعا بحاجتها كلها، واخرج الهواء من الكيس الحراري واربطه كويس. طبعا في الوقت ده انا كنت بغلي ميه، يعني مثلا ما يقلش عن لتر من الميه في اي طبعا صينيه بتدخل الفرن،
وهنحط لتر الميه بتاعنا ونربط الكيس كويس، ونعمل بس بعد ما نحط الميه نعمل بس فتحتين بحيث لما الكيس ينتفخ وهو في الفرن الكيس ما يفرقعش، يبقى ليه حاجه تنفسه. هي دي الفكره من احنا بنعمل خرمين في الكيس. طبعا الفرن بتاعي قايد، فهدخل البطايه فيه على طول، هتقعد لها مثلا بتاع ساعه ونص ساعتين في فرن البوتاجاز. هنا بقى الشوربه اللي انا قلت لكم ان انا عملتها، جبت ميه حطيت فيها كمون وبودره الثوم وبودره البصل وملح وشطه وبعد ما طبعا ظبطت ملحها، الميه بتاعتي غليت. طبعا عندك حبهان حطي، عندك روزماري حطي، اي عطور محتاجه تحطيها حطيها. الشوربه دي صحيه جدا جدا، انا شخصيا بفضلها عن شوربه الطيور، بحس ان هي صحيه. يعني انا اخد مثلا سلقه بطايه هاخد الدهون بتاعتها اسقيها للاكل وبعدين ناكله وازود الدنيا، يعني ازود المبلغ فيه يعني في الاكل. احنا بناكل محشي بس الى حد ما صحي. طبعا دخلت برضو المحشي بعد ما سقيته البتنجان دخلته الفرن وكده البطايه طلعت. بصوا بقى معلقه النشا بتخلي لك اللون بتاعها ذهبي وجميل جدا جدا. تقدري تاخدي طبعا الشوربه اللي نزلت دي لو انت حابه تعملي بيها اي حاجه تقدري تاخديها، انا شخصيا هرميها لان انا خلاص اوريدي عملت شوربه للمحشي بتاعي وسقيته بيها. ودي شكل البطايه القمر، وطبعا محشي البتنجان غرفناه مع بعض دلوقتي، ومحشي الكرنب خلاص هخرجه. انا جيت جنبك كنت هقول لكم ايه، نسيت اصلا بخاف من توت نسيتيني وانا المفروض بقول ايه. الاكل جميل اهو. بصوا يا جماعه مش عارفه كنت بقول ايه، ورجعنا لكم تاني صح كنت بقول كده. رجعنا لكم تاني. مش عارفه بعد ما شفتوا الطريقه. يلا خشي بقى يا مايك. زي ما حضراتكم شفتم طريقه المحشي عملناه ازاي، تقطيعه عايزه اقول لك احلى تقطيعه ممكن تعملي بيها المحشي، ما هدرناش اي حاجه خالص خالص. ومحشي البتنجان نفس الخلطه، والبطايه القمر بالطريقه دي بصوا شكلها تحفه جميله جدا. ومحشي البتنجان اهو معمول برده في فرن البوتاجاز تحفه. طبعا من موقع هذا بقدم اعتذاري للدايت، الاكل ده ما فيهوش دايت حلو قوي. دول طبعا كانوا كام حته لحمه وتشاويه لحمه وخلاص فاضوا مننا وقعدوا كذا يوم في التلاجة فنشفوا، فقلت احطهم في ارضيه المحشي. تحفه. هقفل معاكم عشان بصوا الاكل شيق جدا. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا اجمل متابعين لقناه بيت العيله واكلات نرمين، باي باي.